مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وفي كالعادة زي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أولى فقرتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، واللي هنبدأها بنفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص حذف أجزاء من المناهج لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل. وكمان منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 115 ألف شكوى وطلب استغاثة ده خلال ديسمبر 2022، بالإضافة لأن الحكومة انتهت من توثيق 400 مبنى أثري ذو طابع معماري مميز. خلونا نعرف التفاصيل في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص حذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وزارة التعليم أكدت إن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية هتتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً دون حذف أي جزء منها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة ليها، وتم التأكيد على أنه منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر اللي فات. امبارح انتهت وزارة الثقافة من توثيق 400 مبنى تراثي استعداداً لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، واللي بيشرف على إعداده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وبيعتبر الأرشيف القومي للمباني التراثية واحد من أهم المشاريع اللي بتستهدف حصر المباني التراثية وتوثيقها وحمايتها ونقل صورة كاملة عما كانت عليه قديماً. ونقل صورة كاملة عما كانت عليه قديماً مما يسهم في وضع رؤية شاملة وصحيحة لأعمال الترميم تساعد في إعادة تلك المباني لرونقها والحفاظ على تلك الكنوز للأجيال القادمة. امبارح استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور نيراج مشرى الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وخلال اللقاء تم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات رعاية المرضى والحلول الطبية المتطورة، وكمان تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية مع تقديم الرعاية الصحية للوافدين لمصر بغرض السياحة العلاجية. أيضاً في جولة المحافظات كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها الموافقة على 58 مشروع زراعي وحيواني جديد في المنوفية، تطهير شبكات الصرف استعداداً للأمطار في الإسكندرية، أيضاً انطلاق مبادرة إيد في إيد لطلاب التعليم الفني في الإسماعيلية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها الموافقة على استخراج تراخيص ل 58 مشروع إنتاج زراعي وحيواني، منهم 23 ترخيص لصوب زراعية. في شمال سيناء أعلن مركز المدينة عن إصلاح عدد من الأعطال في شبكة المياه بمدينة العريش، وده من خلال إلغاء خطوط المياه القديمة ورفع مستوى شبكة المياه وتحسين الخدمات للمواطنين. في الإسماعيلية أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبادرة جديدة لطلاب التعليم الفني تحت شعار إيد في إيد فكر فني جديد. المبادرة بتستهدف ترسيخ أهمية التعليم الفني وإعداد جيل شاب قادر على مواجهة تحديات سوق العمل واللي بيشهد تطورات متلاحقة في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية بجانب التخصص الفندقي. في السويس بيتم الاستعداد لعقد مؤتمر اليوم الواحد لأدباء وشعراء السويس، واللي هيكون يوم 10 يناير بقصر ثقافة السويس تحت عنوان شخصيات مؤثرة في ذاكرة الوطن. في الفيوم أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة المياه بالمحافظة إن الشركة قامت بتركيب حوالي 18 ألف قطعة موفرة بدور العبادة الأهلية على مستوى المحافظة خلال السنتين اللي فاتوا. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي 75 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، وده على مدار الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.
في الإسكندرية، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالمحافظة استمرار أعمال التطهير لما يزيد عن 140 ألف شنيشة لرفع العبء عن الشبكات استعداداً للأمطار، وكمان تم خفض مناسيب البيارات والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار الواردة.